صباح الخير أعزائي المشاهدين، معاكم كابتن شريف حمودة وحلقة جديدة من حلقات سوبر هيرو، ومعانا ريتاج وياسين. أخباركم إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. طيب النهاردة هنتكلم مع بعض عن الألعاب الجماعية. الألعاب الجماعية، إحنا الأول اتكلمنا قبل كده إن أنتوا بتلعبوا ألعاب فردية، صح؟ صح. ياسين قلت لي كنت بتلعب إيه؟ سكواش. سكواش وإيه كمان؟ سباحة. 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 ريتاج سباحة. السباحة فيها جزء جماعي شوية مش كده؟ إيه هو اللي بنعمله؟ هو تتابع. التتابع اللي بيحصل في التتابع ده؟ بنبقى مثلا 4 أو 10 على حسب هو تتابع إيه. واحد بيعوم بعد كده بيرجع يلمس للي بعديه، فاللي بعديه بينط وراه، فهي بتبقى كده تمام لحد ما الأربعة يخلصوا. تمام، وبيشوف السكور الأقل طبعا، وده في الآخر هو اللي بيبقى كسبان. ياسين انت وصلت للمرحلة دي ان انت ابتديت تدخل في جزء بتاع التتابع ولا لسه في البداية؟ لا لسه في البداية. طب ايه الالعاب الجماعية تاني اللي احنا نعرفها؟ ياسين قول لي كده. كورة. الكورة طبعا. طيب عندكم فكرة الالعاب الجماعية ممكن تكون بتنمي ايه؟ ريتاج قولي لي كده. التعاون والمشاركة عامة جوه اللعبة. التعاون والمشاركة طبعا. ياسين بتكون صداقات اكتر. بتكون صداقات طبعا، لان انت بيبقى معاك ناس كتيرة في التمرين بتاعك، فبتبتدي تكون معاهم صداقات بره وكده. طيب واتكلمنا قبل كده، فاكرين في حلقة من الحلقات ان هي بتنمي المهارة الفكرية؟ يعني لما اتكلمنا قلنا فاكرين بيبقى قدامي الاختيار بتاعي، صح كده؟ فاكرين؟ فاكرين. فدي برضو بتنمي ايه؟ الذكاء والقدرة ان احنا ناخد القرار بتاعنا زي ما قلنا في حلقة قبل كده. دي من الحاجات في الالعاب الجماعية مهمة جدا. طيب في رياضات ايه كمان ممكن نتكلم فيها؟ الباسكتبول. وفي كمان في الالعاب الجماعيه لما بيحصل في معسكرات للمنتخب والناس كلها بتتجمع مع بعض، بيبقوا في حاله يعني كانهم عيله كده، بيتين مع بعض على طول صبح وليل، كانهم بيبقوا فعلا زي الاسره بالظبط لما بيسافروا. وجزئيه المعسكرات والمنتخبات دي بتبان طبعا بعد كده، بتنعكس عليهم في الملعب لما بيبتدوا يدخلوا مع بعض، بيبان التوافق قد ايه، لان هم عاملين المعسكر ده مع بعض، فبيبتدي ينعكس عليهم جوه الملعب وفي النتائج بتاعتهم في البطولات. بيبقى ظاهر ده في النتائج بتاعت الفرق، بيبقى فيه انسجام اكتر وبيبقوا متفاهمين مع بعض اكتر، وده بيبان ان هم بيقروا افكار بعض طبعا جوه الملعب، فده بيطور جدا من مستوى الفريق ككل. انا بنصح طبعا كل الاباء والامهات ان دايما نخلي اولادنا يحاولوا يجمعوا ما بين الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، يجربوا الاثنين، لأن كل حاجة فيهم بيبقى ليها مميزات. فمهم قوي في الفترة السن الصغير إن هم يعرفوا يجمعوا ما بين كل المميزات دي. هنبدأ دلوقتي نعمل مجموعة من التمارين مع بعض، وبعدين نرجع ونتكلم مع بعض إحنا عملنا إيه وإيه العضلات اللي اشتغلت معانا، وريتاج وياسين هم اللي هيقولوا لنا حسوا بإيه في التمارين دي. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا نبدأ. التمرين الأول تويست مع القفز. التمرين الثاني سكوات مع رفع الركبة وتحريك الذراع. التمرين الثالث طعن للخلف. ورجعنا تاني بعد ما خلصنا التمارين اللي عملناها مع بعض. حسيتوا بالعضلات اللي اشتغلت معنا؟ ريتاج قولي لي كده، ايه العضلات اللي حسيتي بيها؟ حسيت بكتافي. كتافك والدراعات اشتغلت، برافو. ياسين حسيت بايه كمان؟ بالرجلين. فعلا احنا شغلنا تقريبا كل الابر ليمب واللور ليمب، الدراعات والرجلين اشتغلت معانا، والنفس طبعا بتاعنا برضو اشتغل، فيتنس ليفل بتاعنا اعلى شويه. دي تمارين مهمه قوي، لازم زي ما اتفقنا في بدايات الحلقات بتاعتنا قبل كده
مهم قوي ان احنا نعمل التمارين بتاعتنا حتى لو في البيت. مش لازم ننزل الجيم مخصوص عشان نتمرن، لا احنا ممكن نعملها بأبسط الطرق. في تمارين كتير جدا ممكن نختار منها، وعلى مدار الحلقات كلها زي ما بنشوف احنا نقدر نعمل ده وبسهولة جدا. بشكركم لمتابعتكم ليا النهاردة، وبشكر ريتاج وياسين، واتمنى يكون الجميع استفاد، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات سوبر هيرو. سوبر هيرو.